الأستاذ الدكتور حلمي عزت مدير مركز جراحات الجهاز الهضمي هنا في طب المنصورة. طبعا أستاذ جراحات الجهاز الهضمي في كلية الطب. احنا فين دلوقتي يا دكتور؟ احنا دلوقتي في مركز جراحة الجهاز الهضمي في مبنى زراعة الكبد. أيوة. للتبرع من متبرع حي المرضى اللي هم بيعانوا من مشاكل في الكبد واللي بتصل الى الانتهاء الكلي للكبد، وتبقى المعالجة الأخيرة هي عملية الزرع. عظيم. طيب احنا طبعا اي حد هيسالني يقول لنا يا جماعه انتوا واقفين فين، فاقول له انا واقف جوه غرفه عمليات، وان كانت احنا لسه يعني بنجهز ولسه بنركب المعدات وبنركب الاجهزه وما الى ذلك. صح تمام يا فندم، عشان الناس بس ما تستغربش ان الحاجه بكياسها، انتوا جايين نهزر، فاحنا لسه بنجهز مش كده؟ في خلال 60 يوم سيتم افتتاح هذا المبنى. يعني في خلال 60 يوم هيكون في افتتاح. 60 يوم يعني بالكثير ان شاء الله شهرين. آه. ويبقى المبنى بتاعنا جاهز لاستقبال المرضى علشان نشتغل بالكثافه العدديه والمعدلات العاليه اللي احنا عايزين نعملها، اللي هو الغرض من اقامه هذه المنشاه. المبنى ده اتصرف عليه قد ايه لغايه دلوقتي؟ احنا قربنا من وصول الى 500 مليون، وهيوصل لزياده، ممكن يوصل ل 600 و700 مليون. ده دكتور محمد عبد الوهاب قال لنا بصوا دكتور حلمي عنده كل الارقام. ما هو برضه حضرتك كان في جزء تبرع من البنك المركزي لنا. آه. بالاضافه الى تبرع من وزاره التخطيط وبنك الاستثمار باوامر من دوله رئيس الوزراء عشان ننهي هذا المكان بكل التصميمات العالميه وكل التصميمات المطلوبه على 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 الوجه الاكمل. المركز هنا هيخدم اهالينا بس في الدقهليه، ولا بيخدم كل مصر، ولا بيخدم اي مريض ياتي من اي مكان في العالم؟ احنا الحمد لله بنخدم اي حد يجي جامعه المنصوره الجهاز الهضمي، لان احنا حوالي تقريبا بيصل المجال بتاعنا الجغرافي الى خدمه 36 مليون مريض. والمركز بيستقبل ما يقرب من 150 الف مريض سنويا. وعشان اوضح لحضرتك نقطه جميله وجوهريه جميلة، ان احنا زارعين لمتبرعين وناس مرضى من الدول العربية حوالي 80 متبرع ما شاء الله. وفي نفس الوقت سيادة الرئيس يعني كان بيقول يعني كان ان احنا بنطلب كده من بعض الدول اللي بتعاني في مشاكل كده ان هم يتم معاملتهم معاملة المصريين. وكان دكتور شريف ومجلس الجامعة لا يتوانى ولا يتأخر ان هو يتم معاملة اخواتنا العرب معاملة المصريين في حاجة زي كده، وبيتم الدعم من الجامعة. هايل والله يا دكتور، انا يعني مبسوط ان احنا اتقابلنا. يعني انا النهاردة شفت دكتور حلمي وشفت دكتور احمد وشفت دكتور محمد عبد الوهاب. انت اللي حضرتك نورتنا والله. فانا يعني الحقيقة سعيد سعادة. احنا مش عايزين نكسبك تروح. مركز زي ده بجد والله. ان شاء الله يا فندم. يعني باذن الله بالتوفيق، وباذن الله يقدركوا على يعني علاج كل من ياتي الى هذا المركز وبمنتهى النجاح. اشكرك يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا ليك. شكرا عليك يا فندم. أنا بتكلم معاكو من المبنى الجديد تحديدا لمركز علاجات وجراحات الجهاز الهضمي، واتكلمنا مع بعض. لو حضراتكم طبعا أكيد تابعتوا البرنامج العظيم لزراعة الكبد، وشفنا هنا كوادر عظيمة، كوادر عظيمة، يعني الأطباء المتخصصين في الإدارة، الأطباء العلماء الباحثين، الجراحين الكبار اللي هم من السمع والبصر زي الدكتور محمد عبد الوهاب بسمعته العالمية. المكان هنا زي ما حضراتكم شفتوا مجهز على أعلى مستوى، مبنى كبير. كان الأول عندنا دور واحد هو الدور السابع، النهاردة عندنا مبنى كامل متكامل مجهز بأفضل الأجهزة وأكثرها يعني حداثة وتقنية حديثة جدا. الحاجات اللي زي كده يا جماعة اتصرف عليها كتير، بس في حاجة مهمة لسه بتحتاج صرف اكتر، لسه بتحتاج صيانات، لسه بتحتاج تكلفة الجراحات الى اخره. الدولة متبنية المشروع قلبا وقالبا، ده ما فيش فيه كلام، لكن انا ادعو ان احنا كمان لازم نقوم بدورنا علشان المركز ده يفضل مكمل، مش بس سنة واثنين وعشرة وعشرين، عشان يكمل مية ومتين وتلتمائة سنة لقدام، يفضل دايما مركز مهم وحديث، ويبقى واحد من المراكز اللي نفضل طول الوقت نفخر بيها قدام العالم. كان معكم يوسف الحسيني وبرنامجكم التاسعة.